نحن لا نريد أن نآتب أحد ولا نعطي الدروس لأحد، وإنما نحن إخوة فرق بيننا جسم دخيل لا مكان له بيننا. يعني اغتلت تفيد بأنه جلالة الملك إنما بادر للصلح باعتباره يدخل ضمن فضل العفو وفضل يعني اللجوء إلى أكبر قيمة عند الله تعالى، وهي مبادرة للتصالح ما بين المتخاصمين. وما بالك إذا كانوا هاد المتخاصمين أو المختلفين أو المتنازعين هما ماشي إخوة، هما أكثر من إخوة، هما توام، يعني هما دي جيمو، يعني هما اللي كربطهم أكبر من اللي كيبعد بيناتهم. هاد القيمة ديال الخطاب ولا من حيث الدلالة والرمزية ديال خطاب العرش هو بمثابة وثيقة سياسية، لأنه النظام الملكي عنده خصوصيات ديالو في التدبير ديال شأن الدولة. الخطاب الملكي وخصوصا خطاب العرش ليس بمجرد إعلان نوايا، وإنما هو وثيقة سياسية تفيد بأن المملكة في أعلى ممثل ديالها جلالة الملك الذي يمثل الأمة ككل، الأمة المغربية، إنما يسعى مع الإخوة الجزائريين إلى صفحة جديدة، صفحة جديدة تحولنا من مرحلة الخلاف والنزاع واللي أسبابه مختلفة وأسبابه داس في الماضي وأسبابه كانوا من موراها أو ساهموا فيها بإرادتهم أو بدون إرادتهم ناس مشوا عند الله تعالى. نحن ولاد اليوم، جيل اليوم، مسؤولين اليوم، شعبين اليوم، دولتين اليوم، نشوفوا المستقبل، نشوفوا المستقبل ونحبسوا هنا. يعني هذا الإعلان هذا إنما رغبة ديال نحبسوا هنا ونبداو هنايا من أجل وضع آلية التسوية، سوية باش عن طريق الحوار، عن طريق الثقة، عن طريق حسن الجوار، عن طريق واحد المسألة ديال أننا نبداو كيف ما بدينا، ولكن نبداو حنا كنشوفوا المستقبل ما كنشوفوش الماضي، نشوفوا مصلحة المغرب العربي، مصلحة الشعبين، مصلحة أفريقيا، مصلحة الأجيال القادمة، وما نشوفوش هادشي اللي فات كيف ما بغات تكون الأسباب ديالو. عندما تحدثوا عن الصلح وتحدثوا عن مبادرة يعني اليد البيضاء ما كندخلوش باقي نهائيا إلا في نية الحوار ونية الجلسة الطاولة. وهذا يفيد بأن خطاب الملكي بمثابة نداء أخوة، نداء المحبة، وليس ضعف، بالعكس هو يتجاوز شي حاجة سميتها شكون ربح وشكون خسر، يتجاوز شي حاجة سميتها نحملك مسؤولية تحملني مسؤولية، وإنما يسعى إلى بعد واحد الحاجة اللي سميتها الرغبة للدفينة في أي واحد مغربي أو جزائري، وهو أنه نشوف المغرب والجزائر بالقوة اللي كاينة عند فرنسا وألمانيا. واش هادي يكون الخلاف اللي كاين ما بين المغرب والجزائر بدرجة النزاع والحرب والعداء اللي كانت بين ألمانيا وما بين فرنسا؟ لا أعتقد. ولكن اليوم من سنة 1963 بالخصوص بان بأن فرنسا وألمانيا توصفوا حتى ما بعد الحرب العالمية الثانية، وانطلقوا وأسسوا إلى هذا الاتحاد الأوروبي الذي أصبح معادلة صعبة في المنظومة الدولية، ولما لا أنه يولي الاتحاد المغرب العربي ولا دول المغرب العربي تولي حتى هي كذلك عندها قيمة أكبر من اللي عندها دابا، هي مشتتات، واللي عندها القيمة في القوة والقيمة في التحدي والقيمة في شداد اليد. خماسية خماسية خماسية، ما فيهاش شي حاجة بلا خماسية. بالتالي أنه هاد القبضة اللي هي تفيد بأنه هي القوة والتحدي هي من وراها كان الهدف ديال الخطاب الملكي. ونتمنى من الإخوة الجزائريين المثقفين ديالهم والناس اللي هما مهتمين بهذه الأخوة هذه وهذه المحبة هذه يساهموا بالكلام الطيب ويساهموا بشعار ديال احنا خاوة خاوة ماشي عداوة، ولكن عن طريق التحبيب والترغيب وليس عن طريق البحث في الجراح الماضي، ونشوف المستقبل.